بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم في تصفيات المنتخب القومي المصري للتايكوندو. دلوقتي يا نرمين، احنا عندنا نهائي وزن تحت 57 كيلو جرام. الوزن ده اصلا وزن هدايا ملاك، بطلتنا الاولمبيه، نجمه مصر ونجمه العرب ونجمه افريقيا اللي حايزه على برونزيه اولمبياد ريو دي جانيرو. انما هدايا مش هتشارك في التصفيه لان هي اوريدي عندها رانكينج عالي جدا، وهي كان عندها اصابه قبل بطولة مصر الدولية، وكانت الإصابة دي منعتها من تلعب في بطولة مصر الدولية، ويمكن هي لسه في مرحلة الاستشفاء من الإصابة. فمنتخب فضل ان هي ما تلعبش، وفضل اكشلي انه كل اللعيبة المصنفة اللي هي تصنيف عالي في الرانكينج ما تلعبش، تبقى بره التصفية عشان في فرصة للعيبة تانية ابعد في الرانكينج وابعد مش جاهزين قوي زي المنتخب، مش خبرات، ياخدوا فرصة ويبان لمنتخب مصر المدربين اللي موجودين معانا النهاردة بيتفرجوا على التصفية، بيتفرجوا على الماتشات كلها، يبان المستويات، يبان مين يستاهل يبقى في منتخب مصر، يبان مين ممكن يبقى عنده فرصة الفترة اللي جاية، ما يبقاش فيه واحد جامد قديم سدد المكان بيلعب بيطلع لعيب كويس من التصفية من بدري وانا محتاجه، ممكن يكون عنده بوتنشل وعنده امكانيات كويسة بس محتاج ان هو اعداد اكتر من كده فاخده معايا منتخب. فدي فرصة كويسة جدا لكل اللعيبة الناشئين او الكبار اللي بعيد عن المنتخب ان هم عندهم فرصة تانية يخشوا. والمنتخب بيعمل تصفيه تقريبا مره كل سنه بخلاف بطولات الجمهوريه، بتظهر للمنتخب مصر والجهاز الفني مين اللعيبه المميزه اللي ممكن تاخد المنتخب. نرمين عندنا اثنين لعيبه دلوقتي في النهائي، الركن الاحمر لعيبه الصيد والركن الازرق لعيبه نادي الزهور. قول لنا كده اساميهم ايه وعملوا ايه قبل كده. في الهوجو الازرق هايدي اشرف محمد من نادي الزهور، والهوجو الاحمر فرح يحيى مصطفى وتسبير من نادي الصيد. دلوقتي بيعملوا زي تشيك اب كده للسيستم ان كل حاجه شغاله عشان ما يبقاش في نص الماتش حد بيلعب وممكن الهيد جارد ما يبقاش متوصل بالسيستم زي ما كان حصل. يعني هي كانت هتلعب بهيد جارد ما فيهوش الساكت اللي موصل للسيستم، فكان زمان فرح قاعده بتضرب في الوش ومفيش اي حاجه بتتحسن. يمكن الماتش ابتدى دلوقتي، فرح في الركن الاحمر وهايدي من نادي الزهور في الركن الازرق. هايدي بتهجم ان هي ماسكه الملعب سنه، بس هي بتعلق رجليها كتير شويه، وفرح لفه تشاجي حلوه جدا بس ما اتحسبتش، لازم السنسور يحسب. يعني كل الحسابات اللي في الواقي سواء واقي الصدر والبطن او واقي الراس كلها الكترونيه تماما، لازم السيستم هو اللي يحسبها. السيستم بيحسب عن طريق ان في حساسات موجوده في وجه القدم وفي الواقي، لما اللاعب يوجه ضربه بوجه القدم مظبوطه وبالباور او بالقوه المطلوبه للواقي بتاع اللاعب الثاني، بترمي القوه، بترمي سيجنال من مرسل اسمه ترانسميتر موجود في الهوجو بتاع اللاعب للسيستم اللي موجود على الكمبيوتر في الملعب، فبتسجل اوتوماتيك نقطه او نقطتين او ثلاث نقط حسب اللي جابه اللاعب او حسب مثلا لو في انذار ولا حاجه. دلوقتي شفنا فرح حاولت تجيب ضربه في الوش ما جاتش، ما حسبتش، السيستم ما حسبهاش. نتيجة 2-1 لصالح هايدي من نادي الزهور. فرح كانت الحقيقة كانت في منتخب مصر الناشئين وكانت من بطولات الجمهورية وكان ليها مستوى كويس جدا وبارز فترة كويسة، ويمكن الدراسة برضو بعدتها شوية على إصابة في الركبة على حاجات تانية، بس هي تتمرن ووصلت النهائي اهو النهاردة وإن شاء الله بنشوف ماتش كويس. هايدي لاعبة واضح إن هي مش قديمة، يعني بتلعب بطريقة يمكن هي شكلها لعيبه جديده شويه، هي متقدمه في النتيجه 5-3 هنا واستخدمها رجليها، رجليها اطول من فرح، فهايدي بتستخدم رجليها كويس ان هي تبعد فرح عنها وتلعبها معاها من بعيد. فرح يمكن بتتحرك اقل شويه، هي بتتحرك اكتر من كده، حاجه تبعد عنها وتضرب بعديها. حصل هنا توقف من اللعيبه، هايدي في وسط اللعبه ده غلط، كان ممكن تاخد انذار بس الحكم ما اداش انذار. هايدي بترفع رجليها وده ممنوع فخدت انذار، هي خدت انذار تاني قبل كده. النتيجه بقت 5-4 لصالح هايدي في الركن الازرق، 5 لهايدي. ضربه في الوش من هايدي ما اتحسبتش برده، زي ما قلنا لازم السيستم هو اللي يحسب. لفه تيتشاجي من فرح بس واطيه جت في تحت الهوجو بتاع هايدي ما اتحسبتش. النتيجه 5-4 لصالح هايدي في الركن الازرق، وخلص الشوط الاولاني بفوز هايدي من نادي الزهور 5 نقط مقابل 4 نقط لفرح من نادي الصيد. يمكن الماتش الجوله الاولانيه مش
مش معبره لانه فرح اقدم من هايدي واضح ويمكن اكثر خبره، بس هايدي مستخدمه امكانياتها احسن. اعتقاد الشخصي ان فرح هتغير النتيجه، ده يعني رايي، ان هي جابت كذا نقطه في الوش وفي اللفات ما اتحسبتش. دلوقتي كابتن حسن نهنوش مدرب فرح وكابتن شريف خالد مدرب هايدي بيقول لهم التعليمات بتاعه الجوله اللي جايه يعملوا ايه، اللي كسبان يعوض ازاي، اللي خسران ازاي يرجع يعوض، كسبان يحافظ على نتيجته ازاي ويزود نقط. شريف خالد يمكن طلب البنج لانه ممكن هايدي عندها اصابه في عصبه رجلها، ودخل الدكتور فعلا بيرش لها بنج رجلها. وهتبدا الجوله الثانيه بين فرح في الركن الاحمر من نادي السيد وهايدي من نادي الزهور في الركن الازرق. نتيجه تقدم هايدي بالازرق على فرح 5-4. ايه رايك يا نرمين الماتش هيمشي ازاي؟ انا شايفه زي ما حضرتك شايف ان فرح يعني هتقلب النتيجه، لان هي المفروض اقدم وعارفه ازاي تعوض لما وبعدين هي مش خسرانه كتير، يعني فرق نقطه ده ولا حاجه. هي المفروض تستغل ان هايدي فاتحه الهوجو، يعني هي ايديها جنبها والهوجو كله مفتوح، فيعني رجلها بتيجي كتير بس مفيش اي حاجه بتتحسب. هي اصل هايدي بتحط ايدها على الهوجو بعد ما بتضرب، فيعني التايمنج بتاع فرح متشاف شويه، يعني فرح محتاجه اولا تلعب بطريقه مش متوقعه كده، مش اساسيات كده، ومحتاجه ان هي تعمل حاجه هايدي مش شايفاها، تضرب ضربه في الوش، تعمل خطوه تيتشاجي مثلا، تعمل ضربه وراها الثانيه. الضربات السنجل دي صعبه، وهايدي اول ما بتلاقي فرح بتضرب بتروح حاطه ايدها. الماتش يعني انا شايفه متكافئ قوي. الحكم ادى انذار لهايدي عشان علقت رجلها، وده ممنوع دلوقتي في التايكوندو، ممنوع تعليق الرجل. ده الانذار الثالث اللي تاخده فرح ورا بعض بنفس الغلطه دي، ثالث انذارات كلهم زي بعض. رفع الرجل وده مش مسموح بيه في التايكوندو دلوقتي، وده طبعا فاد فرح ان هي اخذت 3 نقط بانذارات هايدي. هو غالبا ما حدش معرف هايدي ان تعليق الرجل ده بيبقى انذار، لان كل ما الحكم لسه يمكن ما لعبوش بقالهم مده يعني برضو، لانها كل ما الحكم اديها انذار بتقول له يعني ليه. بس هو المدرب بتاعها بيقول لها دلوقتي، قال لها بطلي ترفعي رجلك اللي قدام، اللي اضربي بيها على طول ما ترفعيهاش وتعلقيها كده. بس طبعا هايدي واضح ان هي مش متعوده، متعوده ترفع رجلها اللي قدام وتعلقها، فطبعا ده غلط وهتاخد انذار تاني. هو لعب لو يعني انا حاسه بفرح ان اي حد بيلعب مع لعيب رجله طويله قوي بتبقى الموضوع يعني صعب. هي فعلا بتتعب قوي من الحكايه دي، وبعدين هي مش بتتحرك، يعني هو المثالي ايه لما واحد بيبقى يعلق رجله قدامك، خصوصا ان هو هيعلقها ولازم ينزلها، او لو كمل هياخد انذار، سيبه يعلقها، فوت والعب بعديها، يعني ما تلعبيش معاها، فوت العب بعديها او اضربي قبلها. هي فرح بتلعب رد فعل، يعني بعد ما تلعب هايدي تروح هي لاعبه معاها في نفس الوقت او بعديها على طول، لازم هي تفوتها خالص دلوقتي مثلا وهي نازله وتروح لعبه. هي ما عملتش كده، ولن تاخد المبادره ان هي تتاخر دلوقتي بفضل الانذارات، اتاخرت بقت 10-5 نتيجه لهايدي، فلازم فرح تهجم هي عشان تحاول تعوض وتجيب نقطه في الوش عشان تلحق تنقذها. هي يعني الغريبه ان رجل هايدي بتلبس في الهوجو بطرق غريبه، بس يعني فرح قريبه. بيعملوا اخطاء متكرره في التعليق ورفع رجل باللي قدام، هايدي رفعت رجلها تاني باللي قدام وهتاخد انذار تاني، بقت النتيجه 11-9. كل النقط اللي خسرتها هايدي كانت معظمها رفع رجل، وطبعا ده غلط خالص. هما الاثنين هيعوروا بعض، لان ما حدش فيهم بيفكر يستنى او يسحب وبعدين لما رجل التاني ينزل يلعب، بيضربوا في نفس الوقت، واللي رجليه تيجي الاول هي اللي بتتحسب، فده يعني مش صح. هو طبعا التعب كمان واضح قوي على الاثنين، يعني هما الاثنين تعبانين خالص مش قادرين يوقفوا، ورجليهم ضعيفه وبطيئه، مفيش واحده تلعب ضربتين ورا بعض. النتيجه 12-9. محاولات من فرق اهي في الوش، اخيرا في الوش جابت نقطتين، اخيرا حد لعب فوق جابت 3 نقط دلوقتي فرح بالضربه اللي في الوش اللي فاتت، ضربه اماميه اسمها ابطله تشاجي. هايدي بعد ما كانت متقدمه 12-7 النتيجه بقت 12-12 بفضل ان فرح ضربت الضربه اللي في الوش. ده اللي بنقوله من بدري، يعني كان لازم فرح تاخد المبادره دي وتلعب اكتر من كده في الوش. هو حسن سمعك باين يا كابتن، قال لها في ساعتها فوق راحت ضربه، يعني سمعت كلامه في ساعتها فجت. هي حسن كان لاعب مميز جدا في مراحل الناشئين، بس هو حصل له اصابه جسيمه شويه في ظهره وبطل بدري جدا، وانا كنت شفت فيه ان هو كان لاعب مميز فنيا وخلقا، وخدته في الجهاز الفني اللي انا كنت مسؤول عنه فتره، كنت اشرف بالمسؤوليه عن نادي السيد المصري في الفرع الدقي، وابتدى يبقى مساعد مدرب مع كابتن محمد اسلام اللي هو دلوقتي مدير فني نادي الشمس،
واثبت وجوده كان كويس جدا. وبعد كده بقى معايا انا كمساعد مدرب، بعد كده بقى مدرب، وبقى كده بعد كده بقى ماسك فرقه. دلوقتي هو ماسك مرحله 14 و17 سنه في نادي الصيد، وهو مدرب واعد، ونامل ان هو يدينا لعيبه كتير مميزين من نادي الصيد، زي ما اتعودنا دايما بالابطال، زي كنرمين، زي هدايا ملاك، زي سيف عيسى، زي ابطال الاسطوريين اللي قبل كده، زي عمرو خيري وعمرو سليم، ولعيبه كتير جدا، خالد الحناوي، شعب الغفار، احمد زهران، لعيبه كتير كانوا من نادي الصيد، كان دايما بيفرغ لعيبه ابطال دوليين مميزين، ونامل انه فرح واللي زيها وزمايلها يبقوا زيها، وكل النوادي دي ظهور نادي الشمس والهايك ستيب وسموها سبورتنج، يبقى عندنا دايما لعيبه مميزه من كل نوادي مصر. ده اللي هيفيد منتخب مصر، وده اللي هيخلي منتخب مصر اقوى بكتير. ابتدت الجوله الثالثه، نتيجه 12-12 تعادل، فرح طبعا دخل معلومات هايله جدا ان هي عوضت وقربت من الماتش. يمكن هايدي داخله طبعا بكلام من المدرب بتاعها، كلمتين المدربه ان هي لازم تكسب، وان هي تسخن، وان هي تاخرت بعد ما كانت كسبانه، رجعت النتيجه في انذار خدته او نقطه خدتها هايدي في نتيجه 13-12 لصالح هايدي. هايدي علقت رجليها، اخذت انذار تاني. هايدي ممكن تخسر الماتش انذارات يعني بالمنظر ده. نتيجه 13-13 تعادل. هي فرح طبعا، لازم تشكر هايدي ان هي بتساعدها في الانذارات دي، لانه هايدي ساعدتها في يعني دايما نص النقط. هايدي محتاجه تجيب حاجه في الوش تفرق بيها. فرح جابت بيك تشاجي ضربه راوند كيك نقطتين مباشره، جابت نقطتين، وبعدين خدت انذار نقصت واحد بنتيجه 15-14 لصالح فرح. هي فرح كده قدامها انذار واحد وممكن تخسر يعني، ف حد المفروض انا حسن لازم يقول لها بس عشان لو مش واخده بالها. صح، المفروض فعلا المدربه يقول لها خلي بالك، لانه فاضلك نقطه واحده بس، انذار واحد والماتش هيخلص عليكي. التايكوندو ممنوع يلعب ياخد اكتر من 10 انذارات، فانت ليك ليميت 10 انذارات في الماتش، وبعد كده الماتش بيخلص. محاولات من هايدي بتعليق رجلها والضربه برجل الثانيه، وهتاخد انذار تاني في الغالب، هايدي هتاخد انذار تاني انا متاكد يعني. فرح حاول يضرب ضربه دائريه، بيك تشاجي ما اتحسبتش، خلاص هايدي مش قادره ترفع رجلها، وبتشاور المدرب بتاعها انها مش قادره. يعني هو الماتش لو مشي كده يعني فرح هتكسب، لانه ولا دي قادره تلعب ولا دي قادره تلعب. هايدي مش هتاخد نفسها، الحكم طلب وقت مستقطع او هترجع بقى، يعني هي واضح انها تعبانه. طلب لها الدكتور، ممكن تكون بترجع. الحكم طلب لها، المدرب بتاعها طلب لها الطبيب. هي بقى لها شويه تعبت مش قادره تقف، هي شكلها مش هتكمل. انا شايفه بيفكرها الهوجو، ولا هو بس بيريحها، ولا ايه؟ طبعا الوقت المستقطع الطبي ده بيبقى دقيقه واحده بس، من حق اللاعب لو هو الحكم حس انه عنده اصابه او حاجه يدي وقت مستقطع لمده دقيقه واحده بس، اكتر من دقيقه الحكم بينهي المباراه ويفوز اللاعب الثاني مهما كانت النتيجه. فهي عندها دقيقه لازم تلحق ترجع في خلال الدقيقه دي، والا الحكم هينهي الماتش، وهايدي هتخسر وفرح هتكسب المباراه. لحد دلوقتي نتيجه 15-14 لصالح فرح، متقدمه في الركن الاحمر على هايدي في الركن الازرق، واحنا في الجوله الثالثه والاخيره. فضل تقريبا اعتقد اقل من دقيقه، فضل 45 ثانيه. اداها انذار عشان وقفت لوحدها في وسط الملعب، وده طبعا ده قانوني، مش المفروض توقف في وسط الملعب تمتنع عن اللعب كده، لازم تستاذن او بتشاور بايدها بعلامه كده، ما ينفعش ان هي توقف لوحدها. هي رجعت دلوقتي عشان تربط الهوجو، الهوجو كان مفكوك. فدلوقتي النتيجة بقى التقدم فرح في الركن الأحمر على هايدي في الركن الأزرق ب 16 نقطة مقابل 14 نقطة، وفاضل 44 ثانية. بنكمل نرمين، يعني ماتش يمكن عصيب شوية، وماتش النتيجة رايحة جاية كده بطريقة غريبة قوي. الفرق على طول قليل، بس المدرب هايدي رفع الكارت غالبا. في حالة رفع الكارت ده بيطلب فيديو ريبلاي، بيطلب إعادة تلفزيونية. في كاميرات بتبقى شايفه بتسجل الملعب الماتش، فهي الكاميرات دي بتسجل اللعيبه بتعمل ايه. لو المدرب اعترض على انذار او على نقطه جت في الوجه مش في الهيد جارد، يعني في الوش من قدام، ما اتحسبتش من الحكام، لان الحكام هي اللي بتحسبها مش السيستم، من حقه انه يعترض. بيشوفوا في الترابيزه الرئيسيه فيديو ريبلاي، بيبقى عليها اثنين حكام يبصوا على الفيديو ريبلاي وبيقرروا الحكم الصح، هل دي فعلا اتحسب، فيرجع الكارت للمدرب وتتحسب الثلاث نقط بتاع في الوش، ولا لا، او الانذار مثلا يتشال او يتحسب، او لا فالكارت يتسحب والماتش يكمل عادي، بس يبقى مدرب ملوش حق الاعتراض تاني.
فاضل على الماتش دلوقتي 30 ثانية وفرق نقطتين، يعني الإنذار ده ممكن يفرق مع هايدي. هي انا حاسس ان الانذار مش هيبقى فيه حاجه، انا ما حسيتش ان الحكام حتى حسبوا حاجه او ان كان في حاجه قريبه ما اتحسبتش، فاعتقد الانذار ده مش هيتعمل فيه حاجه. وغالبا يعني كان معترض على ان فرح تاخد انذار على حاجه، بس يعني ما حدش خد باله ان في حاجه غلط حصلت. هو لازم كمان المدرب يبقى عارف كويس جدا معترض على ايه، لان اللي هو بيقوله كاعتراض الحكم بينقله بالظبط للترابيزه، فلو هو قال حاجه والحاجه دي مبهمه شويه او مش واضحه او مش من حقه الاعتراض عليها، الاعتراض بيضيع، يعني بيبقى ضايع الكارت. ممكن يبقى عمل كده عشان يريحها شويه، يعني هي تعبانه، فاضل 30 ثانيه ومش خسران حاجه، فيعني قال يريحها. نشوف دلوقتي نتيجة الفيديو ريبلاي اللي بيشوفوه دلوقتي الحكام على الشاشة على في الترابيزة الرئيسية. هيشاوروا بالنتيجة، يا إما بيشاور بصباعه كده إن هو صح باعتراض وبالتالي هيتاخد بيه، يا إما بيشاور إنه غلط وبيعمل علامة إكس كده بإيديه الاتنين، ودي معناها إن هو الإنذار ده الاعتراض ده مرفوض ومش هيتاخد بيه. الكارت فعلا اترفض الاعتراض ما اتاخدش بيه، وهنكمل المباراة بنفس النتيجة. خد 34 ثانيه، نتيجه 16-14 لصالح فرح في الركن الاحمر، وهايدي في الركن الازرق تحاول تعوض وفرح تحاول تكسب. بس برضو يعني مش هننزل ان فرح فاضل لها انذار، يعني يا ريت ما تكونش برضو نسيت. اعتقد ان هي واخده بالها دلوقتي، يعني هي ما بتعلقش رجليها، اعتقد يعني هي فرح واخده بالها وبتحاول فهي تستهلك الوقت بطريقه شرعيه، تبعد وتحضن. بس هو طبعا في ريسك عاليه جدا، طريقه اللعبه دي فيها ريسك عاليه، انما ممكن يوصل لها اللي هي عايزاه. فاضل 10 ثواني، نتيجه لو مشيت كده عادي خلاص الماتش هيخلص بفوز فرح. فاضل ثواني، فاضل خلاص يعني 7 ثواني 5 ثواني. خطر قوي، فرح برضه تلعب خايف انذار. لسه كان فاضل انذار تاني، هيخلص الماتش على كده. مبروك لفرح وهارد لك لهايدي. النتيجة خلصت 16-15 بفوز فرح. للأسف الماتش ما كانش حلو قوي، مش ماشي فنيات كويسة، يمكن كان في متوقعين أحسن من كده من اللعيبة، خصوصا فرح اللي كسبت كانت لعيبة في منتخب مصر وعندها بوتنشال وعندها إمكانيات أحسن من كده بكتير. بس برضه التوتر العصبي بتاع المباريات النهائية، وإنه اللاعب بقى قلقان وخايف على الفوز ومش عارف السيستم يحسب إمتى ومش يحسب إمتى، يمكن القلق ده خلاها برضه تبعد شوية، ولا أنت إيه رأيك؟ يعني الواحد في الفاينلز ممكن يعني يا الا يلعب حلو قوي يا الا يبقى مش في مستواه خالص، يعني بتبقى كلها نفسيه، فبيبقى كل واحد مقفل ومش عايز يفتح قوي لا يتاخد منه نقط ويضيع منه مجهود البطوله كلها. فرح يحيى لاعب نادي الدقي، يعني مبروك فوزك في المباراه النهائيه، المباراه كانت صعبه جدا، كان في يعني مناوشات لغايه اخر المباراه، ويمكن بعد ما كنت مهزومه في الجوله الاولى رجعت من الجوله الثانيه وفزت بالمباراه، يعني مبدئيا مبروك، وكلمي عن طموحاتك مع منتخب مصر وعن التصفيه، هل كانت صعبه بالنسبه لك او سهله؟ التصفيات كانت صعبه قوي عشان يعني منتخب مصر لازم يختاروا احسن ناس وكده، فكان كل الناس هنا كويسه فاتمرنت كويس والحمد لله كسبت. شفتك شويه بتلعبي على الجانب اللي ممكن تجيبي مثلا شوت في الهيد او حاجه بيبقى باربع نقط بتحاولي تخلصي بيها، حاولتي تعملي ده، هل ده كان بالنسبه لك بيبقى اساس في اللعب ولا بتلعبي عادي؟ لا، وكل واحده ليها حاجه معينه بعملها معاها، بس في اخر ماتش كنت بحاول اعمل كده في الاول لما ما كانوش بيجوا في الاخر، الكابتن بتاعي قال لي على حاجه تانية اعملها فدي خلتني اكسب في الاخر. الله يبارك فيك. شكرا. قبل ما نتكلم عن المباراه النهائيه، انا بس مسعدني ان شرفنا موجود معانا دلوقتي الكابتن حسين شريف. حسين شريف كان لاعب منتخب مصر في وزن تحت 54 كيلو جرام، وهو كان حقق الميداليه الوحيده لمصر في بطوله العالم سنه 2014. احنا سعداء ان معانا الاثنين، معانا حسين شريف ومعانا كابتن تامر صلاح البطل الاولمبي المعروف ومدرب منتخب مصر الحالي. كابتن تامر اهلا بيك، ازيك؟ ازيك كابتن وائل، ازي حضرتك، منور. تكلمنا شويه الاول عن التصفيات معموله ليه؟ ايه السبب اللي انتوا عملتوا بيه التصفيات في التوقيت ده؟ عايزين منها ايه؟ شايف النهارده عامل ازاي؟ والله احنا كان الهدف من التصفيات ديت ان احنا نختار تيم جديد، ده اول حاجه، وتاني حاجه احنا عندنا بطوله العالم كمان 3 شهور ان شاء الله، فدي نواه جديده للمنتخب يكملوا ابطالنا زي ما حضرتك قلت في الاول، سيف عيسى، هدايا ملاك، لعيبه كتير موجودين داخل المنتخب، ودي نواه جديده للمنتخب زي ما حضرتك شايف النهارده كانت مقبوله بالبوينت سيستم،
اللي معاه 30 نقطه ما بيلعبش. عندنا لعيبه قديمه زي هدايا ملاك طبعا، سيف عيسى، معاذ نبيل، ناس كتير قوي موجوده بس ما لعبتش طبعا، لان هي اوريدي معاهم النقط او معدين 30 نقطه اللي المفروض لاعب المنتخب يكون معاه. الباقي ده كله موجود زي منى ماهر لعيبه منتخب قديمه لكن معهاش ال 30 نقطه او بطلت سنتين، فبالتالي رجعت تصفي تاني عشان تخش المنتخب. بس ده كل الموضوع الاساس اللي احنا بنعد نواه جديده للمنتخب. جميل كابتن تامر، النهارده التصفيات كان فيها موازين كتير، شايف التصفيات ازاي؟ هل عندك خيبه امل؟ هل حاسس ان في لعيبه مبشره؟ شفت ايه النهارده؟ والله النهارده يعني مش عايزين نخسف بحق الابطال دول، هم طبعا حضرتك عارف ان ده القانون الجديد، اول مره يلعبوا بالقانون الجديد دوت، احنا اول مره كمان كمنتخب مصر يشارك في الاقصر اللي فاتت بالقانون الجديد، فممكن اللعيبه شويه عندها شويه رهبه، مش قادرين يطلعوا كل مهاراتهم او مش عارفين القانون بمعنى اصح، فبالتالي مش عارفين يأدوا كويس. اتمنى ان شاء الله يكون بكره افضل وبعده افضل، لان بكره في موازين تقيله جدا وابطال كبيره جدا موجودين في مصر، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله كلهم بامر الله. شكرا وبالتوفيق لمنتخب مصر دايما. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن. كابتن حسين، قول لنا على الماتش اللي موجود النهارده على الملعب دلوقتي، ماتش مين ومين، وعايزينك تكلمنا على الماتش دلوقتي، نتيجه 1-0 لصالح الركن الازرق. كلمني عن الماتش، مين اللعيبه اللي معانا وشايف الماتش ازاي؟ شكرا يا كابتن وائل. والله معانا من لابس هوجو ازرق مريم طارق عصام من عالم الرياضه، وفي الهوجو الاحمر معانا اسراء غريب فاروق من نادي الشمس، وادين زي شايفين زي الماتش ما ابتدى اهو، ادي مريم اخذت انذار فبالتالي اخذت النقطه الثانيه، اللعيبه اللي لابسه هوجو ازرق، واهو الماتش كله لسه بادي على الهادي، لسه كل واحد بيختبر اللعيب اللي قدامه، بيشوف المميزات والعيوب للعيب، وزن طبعا تقيل فالحركه مش سريعه ولكن الضربات اقوى، فده بالتالي بيبقى يخلي اللعيب ادي ضربه فوق ولكن ما اتحسبتش، وده هيأدي انذار للاعب الازرق عشان وقعت على الارض، فبقينا دلوقتي النتيجه 1-1. وزي ما بنقول الوزن التقيل الحركه مش سريعه ولكن الضربه بتبقى تقيله، ولازم يبقى حد بيفكر هو بيلعب ازاي، يعني الضربات ما ينفعش تبقى متكرره كتير، هي يعني بتبقى ضربه واحده بهدف نقطه واحده سريعه وقويه. حسين، انت كنت لاعب مميز في منتخب مصر، ويمكن في مدارس كتير قوي في التايكوندو، في لاعب تنزل تلعب من اول ثانيه، اول ما بينزل الملعب يروح لاعب على طول، وفي لاعب تنزل تدرس اللعيب اللي قدامه، بياخد وقت ويمكن يستنى الجوله الاولانيه كلها، يمكن بيلعب سلبي شويه او بيفوت شويه عشان يشوف اللاعب بيلعب ازاي. في رايك انت ايه المدرسه الانسب؟ يعني تفتكر ايه الاحسن للعب يعني؟ والله هو دايما اللعيب الجديد بتلاقيه دايما بيبتدي باللعب على طول، ما بيختبرش الملعب، ده ممكن نسميها شويه سذاجه لعب، ولكن ساعات ده بيؤدي للجرأه الزياده دي، ساعات بتيجي عليه بمكسب وساعات بتيجي عليه بخساره. طبعا اختبار اللعيب ده بتلاقيه كتير جدا في اللعيبه الخبره، اللعيبه اللي هي مش سهل تلعب، بتستنى غلطات اللعيب اللي قدامها، غلطات اللعيب التاني لما يغلط يروح هي مستغليه وجايبه نقطه. في لعيبه الخبره عاده بتولد هذا، ما تبقاش الضرب عمال على بطال زي ما بنقول باللغه العاميه. بس احيانا مش ده الحل المثالي، في لعيبه بتبقى هدفها ان هي تهلك اللعيب، ان انا اهلكه بالضرب كتير، ان انا اوغوش عليه. عاده اللعيبه الاقل خبره بتستغل ده عشان اللعيب اللي خبره بيحاول يغلط اللي قدامه. وزي ما شايفين اهو هنبتدي الماتش جوله تانية يا كابتن وائل، واهو 1-1 وبدايه الماتش اهو. في مشكله الحكم وقف الماتش. لازم اللاعيبه طبعا ما تنساش الماوث جارد بتاعها علشان لو حصل اي ضربه في الوجه ما يحصلش اي اصابات او اي حاله خطره. تاني الماتش اهو ملاحظين ان دايما مريم عماله تضرب بالرجل اللي قدام، انذار الاحمر ده ادى النقطه للهوجو الازرق. مريم اهي حركه عشان تحاول تغلطها، تحاول تخليها تضرب على الهواء، وزي ما انتم شايفين الوزن طبعا بيفرق في القوه، بيفرق ان الضربه بتاثر. محاوله جيده منها ولكن طبعا انتم عارفين الهوجو ده الكتروني، معناها ان قوه الضربه بتفرق، ما ينفعش مجرد الرجل لما تلمس الهوجو او الواقي اللي بنلبسه في الصدر، مش هو ده اللي
هي دي ضربه كانت جامده، هي نقطتين على طول، البيك تشاجي بتادي لنقطتين. ده برده كابتن وائل ده في التعديل للقانون الجديد. القانون الجديد الحقيقه كان الهدف منه ان هو يخلي اللعبه اكثر اثاره، ما تبقاش نقطه واحده، يبقى دايما في محاولات مستمره، ما تبقاش الضربه اللي في الهوجو اللي هي الاسهل والاسرع نقطه واحده بس تبقى بعيده. لا يعني هم عايزين اللعيبه تلعب اكتر تحت وفوق، مش بس يركز على فوق في الوش عشان يجيب ثلاث نقط، لا ده تحت النقطتين فكويس مفيد، فما بقاش في حاجه نقطه واحده دلوقتي خالص غير الانذار. دلوقتي حتى الانذار كان قبل كده بنص نقطه، دلوقتي بقى بنقطه كامله. فالهدف ان هو اللعبه تبقى اكثر اثاره ويبقى فيها كومبيتيشن اكتر، ويبقى دايما اللعيبه عايزه تجيب نقط. طبعا زي ما انت قلت كابتن حسين انه الاوزان بتفرق، ولما تكون في الوزن تقيل الضربه تبقى اقوى وفي نفس الوقت تبقى ابطا، الريتم بيبقى بطيء واللعب بيبقى رتمه بطيء. يمكن لما بنتنقل لمستوى دولي بنشوف لعبه اسرع، حتى في الاوزان الثقيله بلعبه اسرع من كده بكتير وقوي جدا، بيبقى يعني ماتشات رهيبه في الاوزان الثقيله دي، لانه بيبقى اللعب سريع كمان، ما بيبقاش قوي بس وجسمه ثقيل، لا بيبقى سريع كمان. فيمكن ده اللي احنا متوقعينه وعايزينه، والحمد لله اعتقد في مصر في البنين بالذات عندنا محمد ايمن مميز جدا في السرعه. يمكن حسين انت كنت لعبت معاه في منتخب مصر وزميلته وقت طويل، وهو من اللعيبه كمان المميزه في السرعه في الاوزان الثقيله. طبعا لو هنتكلم على محمد ايمن، مشكله في محمد ايمن ان هو طوله حوالي 170 سنتي، بيضطر ينزل يلعب في افريقيا بناس طولها 2 متر وطالع، باحجام غير طبيعيه غير ادميه، وهو كمان بيستغل سرعته وقوته في ان هو يعني يغلط اللي قدامه ويخليه يؤدي الحركه بايظه او حركه مش سليمه، فهو ايمن استغل ده بنقطه. محمد ايمن لعب كتير، جاب الحمد لله اول افريقيا، انا حضرت له ماتش في مدغشقر سنه 2012 كان بيلعب الفاينل مع لاعب كوتيفوار تقريبا. يعني حضرتك كابتن وائل انت عارف طبعا افريقيا بيبقوا عاملين ازاي، احجام محمد ايمن كان واصل لوسطه فكان ماتش صعب جدا، والحمد لله كسبناه. يعني محمد ايمن كسب فرق نقطتين او فرق نقطه، والحمد لله مصر ساعتها جابت اول نتيجه عام، اول ترتيب عام على مستوى افريقيا. الماتش كان يعني دايما الاوزان الثقيله بتبقى ماتشات صعبه جدا، بتبقى صعبه جدا عشان كمان كابتن وائل زي ما انت حضرتك قلت ان الضربه قويه فبيبقى النتيجه وحشه، يعني لو الضربه قويه جت في الدماغ بتأدي لإصابة جامدة، مش زي الأوزان الخفيفة ممكن تتضرب في دماغك وتكمل. الوزن التقيل بيبقى دايما الضرب صعب. صح. المباراة ابتدت تاني الجولة الثالثة والأخيرة، نتيجة 4-2 لصالح ركن الأحمر نادي الشمس، ويمكن نتيجة قريبة ماشية كلها نقطة بنقطة إنذار بإنذار، فيعني برضو يعني صعب توقع المباراة تمشي إزاي، إن هي ماشية سجل المستوى حتى قريب من بعض جدا، مش حد فارق يعني. صح يا كابتن وائل، انا شايف برضو مركز قوي، ان شايف ان مريم بتحاول تستغل رجلها الشمال اكتر، واللي هي لابسه هوجو ازرق، مريم اللي هي من عالم الرياضه عماله زي ما انتم شايفين بتضرب باللي قدام، بتحاول اهي وادي واحده ضربه في الدماغ بثلاث نقط، بس عشان وقعت فاخذت انذار، وفي اعتراض من الفريق الهوجو ازرق عالم الرياضه، في اعتراض ان هو المفروض ما تاخدش انذار، او ان هي هنشوف الكابتن بيقول ايه. تمام، فاعتراض طبعا، هي اخذت انذار لما وقعت حتى لما جابت ثلاث نقط، فده ادى لنقطه لاسراء من نادي الشمس فادى لتعادل. فدلوقتي احنا لما الكابتن بيعترض طبعا الكارت ده بيبقى يستخدم للاعتراض، لو توافق الكارت بيرجع للمدرب، لو الاعتراض خاطئ الكارت بيتصادر من المدرب وبس، الكارت بيتصادر من المدرب. دلوقتي هم هيشغلوا الفيديو ريبلاي، هيتفرجوا على الاعاده عشان يشوفوا هل اعتراض المدرب صح ولا مش صح، هل في محله. اعتقد كابتن حماده منير كان مدير فني نادي الشمس ولاعب معروف جدا وليه خبرات كبيره جدا كلاعب ومدرب، وكان ليه خبرات دوليه كتير، ومعروف ليه ان هو يعني سمعته عاليه جدا في التايكوندو، وهو دلوقتي مدير فني في عالم الرياضه وهو مدرب مريم. واعتقد اعتراضه يمكن على الانذار، اعتقد اعترض على الانذار، بس متهيألي الاعتراض هيترفض اعتقد كده يعني من الشكل يعني. طبعا الاعتراض لو توافق عليه يبقى كويس جدا، لانه ترجع النتيجه 5-4، بس طبعا اترفض زي ما قلنا، ونتيجه 5-5 وخلاص، فاضل دقيقه و17 ثانيه وماتش تعادل، اللي هيركب دلوقتي هو اللي هيعدي، فهنشوف بقى مين فيهم اللي هيعمل ايه.
تمام صح، وشايفين اهي مريم ابتدت تهاجم كتير، بتحاول عايزه تجيب في اخر دقيقه دي نقطه. هي تقريبا في اكتر الماتش وقفت فيها، اهي ضربه ثانيه فوق ولكن ما جاتش ضربه صح، ما اتحسبتش. هي كان المفروض دي الحكام بيحسبوها، الحكام في ايديهم المفروض ان هم يحسبوا لو ضربه في الوش مش في الهيد جارد، المفروض بتحسب الحكام بيحسبوها، عشان كده هم ماسكين الزرار في ايدهم دي لحساب الحاجتين دول، سواء اللي في الوش او النقط اللي باليد اللي هي البونش. ده بس الحاجه الوحيده اللي في ايد الحكم يحسبها. تمام ده مظبوط. طبعا احنا عارفين ان برضو في سنسور في الهيد جارد اللي بيحسب ضربات الدماغ تلقائيا. ده انذار اهو لاسراء، وده ادى النقطه لمريم. نقطه لاسراء كمان، جابت نقطه كمان. صح يا كابتن وائل، جابت نقطه كمان. هي جابت بيكتشاجي ثالثه كمان. الحقيقه مريم جابت ضربتين اماميتين ورا بعض برجلها الشمال، واثنين اتحسبوا مع انذار كمان لاسراء في الركن الاحمر، فنقطت خمس نقط مره واحده، بقت النتيجه 10 5. وده وقف تايكوندو ما فيش ياس، والنتيجه متغير في اي لحظه، وخد فاضل 10 ثواني واعتقد الماتش هيخلص على النتيجه دي. فاضل 7 ثواني اهو، ومريم بتحاول تهدي الماتش توقفه عشان تكسب. بتهاجم تاني، جابت نقطه كمان وبس الماتش انتهى خلاص كده 12 5 لمريم من عالم الرياضه. الف مبروك يا مريم. مبروك طبعا لمريم دخولها منتخب مصر وفوزها في نهائي وزن 73 كيلوجرام. يمكن احنا بنشوف كابتن حماده منير بيهني اسراء على مستواها. هو حماده منير كان مدير فني الشمس فتره كبيره، وكان بيمرن اللعيبه هناك وهنا، فهو عارف طبعا اسراء. هو دلوقتي انتقل في مكان تاني في عالم الرياضه، واللعيبه بتاعته مريم كسبت وبقت هي اللعيبه الاساسيه دلوقتي في منتخب مصر. ودلوقتي احنا هنقف بعد نهايه المباراه وزن 73 كيلوجرام، هنوقف لاستراحه قصيره وهنرجع تاني للنهايات اللي فاضله النهارده ان شاء الله معانا. مريم طارق لاعبه عالم الرياضه واللي فازت في المباراه الاخيره، ويمكن بقول لك مبروك يا مريم، وكانت مباراه صعبه جدا يعني، يمكن من نتيجه 4-2 في الجوله الثانيه يخلص الماتش 12-5 ليكي، ده سكور كويس جدا يعني، مبروك. وقولي بقى انت المباراه كانت معاكي صعبه ولا سهله؟ وايضا عايز اعرف تطلعاتك مع منتخب مصر الفتره الجايه. المباراه في الاول كانت صعبه شويه، بس يعني لما سخنت وكده كانت يعني حلوه، يعني بدات بقى اصعب بالذات في الجوله الثالثه، بس ده برضه يعني كان النفس وحش وكده، بس يعني كان الحمد لله يعني. كان في تعليقات من كابتن بتاعك معينه مش دايما، كان بيقول لي يعني اعمل ايه واجيب نقط ازاي وكده. رجعنا تاني بعد ما كنا مستنيين يرجعوا سيستم من ملعب واحد لملعب اتنين. اللعيبه دلوقتي بتجهز وكل واحد بيلبس الهوجو، فاللوجو الازرق ابراهيم ملاك من سيد الدقي، ولوجو الاحمر محمد العادي من سيد القطاميه. الماتش ده هيبقى اول فاينل للولاد تحت 63 كيلو، اللي هيكسب فيهم هيبدا يروح تمارين المنتخب، وهيبقى من منافسين للاعب المنتخب دلوقتي يوسف علي. هيبداوا يعملوا تيست للسيستم. الاثنين مستواهم قريب، ف المفروض يبقى ماتش حلو بعد المفروض. الحكم بيتأكد ان كل لاعب لابس الماوث جارد، ده من شروط ال WTF او الاتحاد الدولي للتايكوندو، ان كل لاعب داخل ماتش يبقى لابس واقي في البق، وبجانب ده واقي الصدر والهوجو والهيد جارد في الوش والشين جاردز اللي في القصبة والايد، ده بجانب السنسرز اللي في وش الرجل، هو ده اللي بيبدا يحسب النقط في الهوجو اللي بتيجي في الهوجو او في الهيد جارد اللي بتلمس السنسرز بطريقه صح فبتتحسب.
طب الاثنين دول نشوف ابراهيم عشان يوصل الفاينل كسب مين؟ في دور ال 16 كسب احمد ابراهيم، كسب احمد فرج من نادي سراي القبه، وعمرو ابراهيم من الاسكندريه، جيش اسكندريه، وبعدين وسام من نادي الشمس. ده من ناحية إبراهيم. من ناحية محمد العادي كسب خالد عبد الحكيم و وإياد هيثم من نادي الشمس. هي أكيد اللعيبة ساعت يعني، الأحسن إن عشان وأنت داخل الماتش تبقى نزل الماتش من كتر ما أنت سخن، بتبقى يعني كأنك خارج من الماتش اللي قبليه، لازم تبقى عرقان يعني عشان تبدأ تلعب الماتش وأنت جاهز. لكن لما بتبقى قاعد مستني الماتش زي ما هم استنوا كده ساعة إلا ربع بيبقوا هديوا. خلاص أخيرا هيبدأوا. أول نقطتين جم من إبراهيم، عمل كاونتر أتاك بيك تشاجي من تحت محمد العادي وهو بيزق. هما الاثنين يعني كل واحد فيهم عايز يدخل يسبق في النقط في أول جولة عشان يضمن الجولات اللي بعد كده. احنا شايفين اهو ان محمد عيادي عمال يلعب اتاك، بيحاول يعوض النقطتين، اخد انذار عشان لعب سلبي، يعني هو مش بيهاجم، مش بيحاول يعوض النقط. طبعا احنا عارفين ان لما اللاعب ياخد انذار بيضاف نقطه للاعب اللي بيلعب قصاده. او سنده ولفه حلوه من ابراهيم، لكن عشان وقع على الارض فاخد انذار، وبقت النتيجه 3-1 لابراهيم. عيادي هو بيحاول يهاجم نقطة تانية لإبراهيم. دي نقطتين طبعا، هي الضربة بنقطتين، بقت النتيجة 5-1، وادي 2 لمحمد علشان الإنذار. اهدى شوية يا محمد، هو بيحاول يعوض أكتر النقط. حلوة دي، ضربة في الدماغ، ما في اعتراض من المدرب، مدرب سيد القطامية كابتن محمد مجدي، طبعا لعيب سابق في المنتخب، مدرب كبير قوي، درب نوادي كتير قوي من اسكندرية للقاهرة في كل حتة. هو طبعا اتحسب 3 نقط لابراهيم عشان الضربة اللي فاتت دي كانت في الدماغ، او جت بتيت شاجي، جت بالضرب باللفة بالظهر في الهوجو، فبتحسب ب3 نقط، بنقطة زيادة عشان صعوبة تنفيذ الضربة دي. دلوقتي احنا هنشوف الاعتراض على ايه بالظبط، ومفروض لما المدرب بيرفع الكارت بيقدم اعتراض عشان يعملوا فيديو ريبلاي او اعاده، يتفرجوا على الفيديو، الحكام بيتفرجوا على الفيديو يقرروا هل الانذار ده في محله او هل الاعتراض ده في محله ولا لا. وفي حاله الاعتراض في محله المدرب بيسترجع الكارت وله الحق ان هو يعترض مره ثانيه. في حاله ان الاعتراض ما اتقبلش واترفض من الحكام، ساعتها تبقى الكارت بيتسحب، بيتصادر من المدرب وملهوش الحق ان هو يعترض تاني. بس انا الصراحه ما شفتش الاعتراض كان على ايه بالظبط. دلوقتي الانذار، الاعتراض من كابتن محمد مجدي لسيد القطامية مش صحيح،
فكده ما عندوش ما ينفعش يرفع الكارت تاني، هو معهوش دلوقتي كارت اتسحب منه. دلوقتي النتيجة 8-4، محمد العادي جايب بيك تشاجي او ضربة امامية بنقطتين وقلل الفرق. اوه حلوة قوي، بس يعني السيستم الجديد ان الهيد جارد بسنسرز بقى مخلي الموضوع غريب شوية، يعني ساعات الضربات بتيجي في الوش ومتحسبش، لان لازم السنسر هو اللي يحسبها، مش زي زمان الحكام هي اللي كانت بتحسب لو شافوا الضربة جت في الوش صح. فاضل 10-15 ثانية على الجولة الأولى. في تشاجي من محمد العادي وبقى 8-6، المفروض يزودوا له نقطة، لأن التيتشاجي أو أي ضربة خلفية بتبقى زيادة نقطة عن الركلات الأمامية، يعني ركلة أمامية باتنين يزودوا نقطة، بقى الركلة الخلفية أو التيتشاجي بتلاتة. سكور بقى قريب قوي، فرق نقطة، 8-6 لإبراهيم. ومحمد هو اللي على طول في الهجوم، يعني ابراهيم معتمد ان هو يعمل كاونتر اتاك على محمد داخل عليه. الجوله الاولى كده خلصت 8-7 لابراهيم. غالبا ده اول ماتش يبقى فيه لعب يعني كويس او من اللاعبين الاثنين في البطوله دي النهارده. قبل كده كان اللعب من ناحيه من لعيب واحد ومش بالتكنيكس المعقده شويه، او يعني بتبقى تعتبر احسن للي بيتفرج. طب انت يا حسين شايف الجولة التانية بقى هتخش تبدأ ازاي؟ طبعا النتيجة باينة ان الماتش 8-7 نقاط من كل لعيب في اول جولة، ده كتير جدا، ده بيأدي قد ايه اللعيبة بتحاول. ادي انذار للهوج ازرق لابراهيم. تعادل دلوقتي 8-8. انا شايف ان محمد دايما بيهاجم وابراهيم بيدافع اكتر، وده هل هيجي ده في صالح محمد ولا ابراهيم؟ طبعا اول جوله كان واضح ان كل واحد بيحاول يجيب اكتر عدد من النقط، او كان محمد بيحاول يعوض من نقط ابراهيم اللي كان جايبها في اول الماتش. دلوقتي شفنا ابتدى اللعب يهدى شويه، ابتدوا بقى يفكروا ازاي يضحكوا على اللعيب اللي قصاده، ازاي يجيب النقط، ازاي يخلي اللعيب اللي قصاده يغلط عشان يجيب نقطه. طبعا الاداء الكتير المتواصل منهم ده حاجة كويسة جدا، بس ده طبعا هيخليهم يتعبوا. فهم دلوقتي في مرحلة ان هو بينظم ما بين الضرب وبينظم ما بين نفسه. حلوة حاولة من جيدة من ابراهيم. زي ما احنا شايفين اهو ابراهيم مستني دايما محمد يهجم عشان يحاول يستغل غلطته او يستغل ضربته. الحكم اداله انذار بسبب اللعب السلبي عشان هو دايما بيدافع مش بيهاجم. ده كده ادى النتيجه لنقطه كده محمد كسبان. يا ترى محمد دلوقتي هيبتدي يدافع ولا هيهاجم؟ نقطه لابراهيم، نقطتين بسبب التيبك تشاجي اللي ضربها. طبعا كانت ضربه سريعه جدا. طبعا ماتش فاينل، ماتش مش سهل. اللعيب اللي هيتاهل هيدخل المنتخب. نقطه من بيك تشاجي من محمد، ادي النقطتين، وادي نار تشاجي اتحسبت بثلاث نقاط. نتيجة دلوقتي 14-10 محمد. دلوقتي انت نقطة كده انذار لابراهيم. كده ابراهيم اخد خمس انذارات. طبعا يا نرمين انت عارفة القانون الجديد، 10 انذارات الماتش اللعيب التاني يتأهل. انذار لمحمد.
وانت ايه رايك يا نرمين في القانون الجديد للانذارات؟ زمان الانذارات كانت محتاجه انذارين عشان يزود نقطه للعيب اللي قصادك، دلوقتي بقت انذار واحد على طول يزود نقطه. تفتكري دي حاجه احسن ولا دي حاجه اوحش؟ هو التغيير ده بقى كان من ساعه الاولمبيكس في ريو، هما الاتحاد الدولي لقى ان اللعيبه بقت اوير قوي بال او يعني مش عايزين يلعبوا كتير، كل واحد واخد ستايل معين ان هو يبدا يزق او يرفع رجله يقفل اللعب، مفيش نقط كتير زي زمان. يعني زمان كان اللعب كتير، فالنقط الكتير دي لما بتشوفها على السكور بورد بتحمس اللعيب ان هو يدخل يا الا يعوض او يجيب زياده. فدي كانت خطوه ان هم يرجعوا لعب زمان شويه، ان الانذار يبقى بنقطه على طول، فتبقى كل لعيب مش عايز ياخد الانذارات دي، يعني كل الوقعه بنقطه، فهيخلي اللعيب مش عايز يقع، فبالتالي هيبقى عايز يلعب اكتر، او المسك بنقطه، يعني هو يخرج من الملعب بنقطه، ان هو يهرب من اللعب ده هيتاخد منه نقطه كامله فيضطر يلعب. فهم عملوا كل حاجه يخلوا اللعيب عايز يلعب اكتر، خلوا النقط البيك تشاجي البيزك خالص بنقطتين عشان يحمسوا اللعيب ان هو يضرب تحت اكتر من ان هو عايز يضرب في الوش وخلاص، فاللعب يبقى اقل. خلوا الزق مش انذار، فان انت لما تحضن مع اللعيب اللي قدامك ممكن تزقه وتلعب، فكده اللعب هيبقى اكتر. فدي كلها بيحاولوا يشوفوا ايه اللي هينفع يخلي اللعب يرجع يعني يبقى احسن للمشاهدين شويه، لان الاولمبيات لقوا ان اللعب مش مسلي قوي، او اللي مش بيلعب تايكوندو بيتفرج هي يعني مش هيحب اللعبه دي، فهم عايزين يخلوا اللعبه لعبه يعني الناس بتتفرج عليها كتير. الجوله الثالثه عدى منها اقل من 30 ثانيه والنتيجه 15-15، يعني الماتش قريب قوي. لغايه دلوقتي لسه برده محمد هو الهاجم، ابراهيم بيلعب على الكاونتر اتاك، بس هي مادام نافعه معاه الثلاث جولات فهو يعني مستمر على الاسلوب ده. بانش حلو قوي من ابراهيم، حكم واحد بس اللي سجله والباقي لا، عشان يتحسب لازم على الاقل اثنين من الثلاث حكام يدوسوا في نفس الوقت. التعب بان شويه عليهم، فاضل اخر دقيقه من الجوله الثالثه، الاثنين يعني وقعوا في نفس الوقت فهياخدوا انذارين، مش هيأثروا قوي في النتيجه بس هيأثروا لابراهيم، لان هو لغايه دلوقتي واخد خمس انذارات كده، سته قدامه اربع انذارات وممكن يخسر. فيعني كابتن تامر مدربه في النادي المفروض يقول له الموضوع ده. الحكم ادى انذار بس لمحمد، فكده النتيجه 16 لابراهيم. 360 حلو قوي. لا هو الحكم مش قوي شويه، لان محمد مسك ابراهيم وطلعه بره غصب عنه، بس هو الحكم شايف ان ابراهيم هو اللي زقه وطلعه بره. كابتن تامر رفع الكارت بيقول له كده، بيقول له ان محمد هو اللي شده وطلعه بره، مش ابراهيم خرج يعني بارادته. طب فاضل 40 ثانية والنتيجة 16-16، أنت شايف يا حسين يعني إيه اللي المفروض يعملوه هما الاثنين؟ طبعا اللعيبة باين عليها إن هي تعبانة دلوقتي يا نرمين، كل واحد بيحاول ياخد نفسه، بيحاول في آخر 40 ثانية إن هو يأدي أحسن أداء عنده عشان يكسب. كابتن تامر عاطف طبعا برضو لعيب قديم قوي في منتخب مصر، حصل عمليات كتيرة في أفريقيا وعالميا وفي كل حتة. دلوقتي اخر 40 ثانيه دول بالظبط اخر هو دي البطوله كلها تقريبا يا نرمين، اللي هيجيب اللي هيكسب الماتش ده هو اللي هيكسب البطوله كلها، واللي هيخسر الماتش ده كانه ما عملش حاجه، بيلعب كل الماتشات اللي فاتت، مع ان ميزان 63 ده كان ماتشاته كتيره جدا، كان في كان اكتر ميزان فيه مباريات النهارده. فطبعا بالتوفيق للاثنين. طبعا ابراهيم بتواجهه مشكله دلوقتي ان هو عنده اخد ست انذارات،
دلوقتي لو اخذ 4 انذارات كمان يبقى كده هو هيخسر الماتش. الاعتراض اترفض من كابتن تامر والحكم اخذ الكارت كده، ولا كابتن محمد مجدي ولا كابتن تامر عاطف معهم كروت يدعموا بيها اللعيبه بتاعتهم. محاوله انذار، انذار لمحمد عشان بيشد كده. محمد خسران، ادي نقطه بيكتشاجي بنقطتين، 18-17 لمحمد. حكم وقف الماتش، فاضل 20 ثانية على الماتش كده. محمد عيادي كسب بفرق ثانية كده انذار. ابراهيم وقع على الارض، هل يا ترى الحكم هيديله انذار ولا لا؟ لولو موقف طبعا، ده من تعديلات القانون الجديد ان لو اللعيب وقع والحكم ما ادلوش، لو اللعيب وقع والحكم مش شايف ان هو له الحق ان هو مصاب. ضربه طبعا للدماغ مقابل ضربه في الهوجو لابراهيم. الماتش ادينا سخن يا جماعه، فاضل 7 ثواني، 22 لمحمد، 22 لمحمد ولابراهيم. هيا ابراهيم، فاضل 4 ثواني، محاوله من ابراهيم ان هو يلعب. مبروك يا محمد، مبروك يا محمد يا عادي، بجد اداء مشرف من اللاعبين الاثنين. ماتش كان صعب جدا، وطبعا النقطتين شفناهم جم في اخر 10 ثواني. تبدي شكر من اللاعبين الاثنين، طبعا كابتن محمد وكابتن تامر بيسقفوا لهم على الاداء الرهيب ده. ماتش كان صعب جدا، مبروك يا محمد، ونشوفك ان شاء الله كده في المنتخب باذن الله، وبتمثل مصر خارج مصر زي ما كنت بتمثل مصر في منتخب الناشئين. فوز محمد العايدي لاعب نادي صيد القطاميه، يعني برحب بيكم، مبروك، فوز كان صعب جدا ومباراه قويه جدا النهارده، يعني كلمنا عن مباراه النهارده وايضا تطلعاتك ايه مع منتخب مصر، وايضا بقى عندك رصيد قد ايه من السكور بتاعك؟ اولا الله يبارك فيك، البطوله طبعا قويه جدا عشان دي تصفيات منتخب رجال، فطبيعي ان مصر كلها بتقدم، غير كده ان احنا ثلاث ارباعنا اصلا كنا لعيبه منتخب ناشئين، فهو ده اللي مخلي الموضوع اقوى. يعني ابراهيم ملاك انا لعبته في الفاينل، طبعا هو غني عن التعريف، يعني لعب سيد الضوئي، كنا مع بعض في منتخب الناشئين، ودي اول مره نلعب يعني بطوله كبار. انا الحمد لله نفسي، يعني طبعا الحمد لله انضميت للمنتخب، نفسي بقى اشارك معاهم في بطوله العالم الجايه ان شاء الله في شهر 6 في كوريا. دي كانت نهايه النهارده يوم الاول من تصفيات منتخب مصر القومي للتايكوندو والمقامه على 3 ايام، وباذن الله ميعادنا غدا مع مباريات تانية ومع تصفيات في اوزان تانية لمنتخب مصر القومي. محدثكم وائل امهران، ومعايا حسين شريف ونرمين الشيمي، وان شاء الله نشوفكم على خير.